حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. أقرت لجنة التخطيط بمجلس محافظة البصرة بأن أغلب المشاريع المتلكئة هي بسبب دائرة المهندس المقيم. قال رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة إياد المالكي، قال إن لجنة التخطيط تابعت الكثير من المشاريع في شمالي البصرة من شمالي البصرة إلى جنوبها، وقد شخصت خللا في بعض المشاريع والذي يعود إلى تلكؤ دائرة المهندس المقيم، لافتا إلى وجود مساع للعمل على توجيه المشاريع بالشكل الصحيح رغم الكثير من المعوقات على حد وصفه. قال النائب محمد الخفاجي إن العراق يحتاج حاليا إلى 36 ألف ميجاوات من الكهرباء، لكن ما ينتجه يصل إلى 24 ألفا فقط، أي أن الفجوة تصل إلى 12 ألف ميجاوات. وأضاف الخفاجي أن ما خصص في عام 2023 لوزارة الكهرباء يصل إلى 12 تريليون دينار، ثم ارتفع إلى 19 تريليونا في جداول موازنة 2024، متسائلا عن مدى نجاح رفض ميزانية البلاد بالأموال لقاء هذه الخدمات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدور في المناطق الزراعية وحتى السكنية والشركات لا تدفع أموالا لقاء خدمات الكهرباء. قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي إن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة للحد من الذهب المزيف الذي يغزو الأسواق، وأضاف أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقوم بفحص الذهب المستورد قبل أن يتم تداوله في الأسواق المحلية، وأشار إلى أن هناك توجها بفتح مراكز لفحص المصنوعات أو المصوغات الذهبية المستوردة في المطارات قبل أن تدخل إلى الأسواق المحلية، ولفت إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية عند ضبط مصوغات ذهبية مزيفة. أعلنت مديرية سياحة دوكان في محافظة السليمانية بكردستان العراق دخول أكثر من 30 ألف سائح لمصايف دوكان خلال الأيام الماضية لقضاء عطلة العيد. وقال مدير مديرية سياحة دوكان ريزين رؤوف، قال إنه خلال الأيام الثلاثة التي سبقت العيد وأول أيام عيد الأضحى دخل مصايف قضاء دوكان أكثر من 30 ألف سائح من مختلف المناطق العراقية وأيضا من خارج البلاد. وتوقع ريزين دخول أعداد أكبر من السائحين لدوكان خلال الأيام المتبقية من عطلة العيد. وفي خبرنا الأخير، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين احتلوا المرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراء للعقارات في تركيا خلال شهر أيار الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن الروس احتلوا المرتبة الأولى في شراء العقارات في تركيا خلال أيار، تلاهم الإيرانيون ثم أوكرانيا وألمانيا، في حين جاء العراق بالمرتبة الخامسة بشراء 98 منزلا، وكازاخستان بالمرتبة السادسة ب 95 منزلا، والسعودية بالمرتبة السابعة ب 65. والآن هذه انتقال السلام مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.